فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو ذبح لغير الله أو لو ذبح لغير الله وهو مسلم وأهدى منها لرجل آخر، هل يجوز للمهدى إليه أن يأكل منها؟ لو ذبح لغير الله وهو لا يجوز. إذا عرفت أنها مذبوحة لغير الله فلا يجوز تقبل الهدية ولا تأكلها، إن حرام ميتة. نعم.